اهلا وسهلا بالكبيدات اميرتي الفنات اللي منوري ليا الحياه. نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم كاملين في كدنسة مع شهرزاد. الغزالات ديالي كيف العاده هنا رجعت معكم في قصه جديده، ما غنزيدش نطول عليكم وندخلوا فيها مباشره. معكم سهام، وحكايتي كاملة بدات نهار اللي غندي نجيب 15 في الباك. فرحت بزاف البنات وقلت الحمد لله المجهود اللي درت داك العام ما مشاش بطيلة، ولكن الفرحة الكبيرة هي الوقت اللي غادي نتقبل في واحد المدرسة اللي كانت بالنسبة ليا حلم، والنقطة ديالي كنت خايفة بزاف ما تدخلنيش ليها. الحمد لله كدوزت الامتحان ونجحت فيه، ودوزت حتى الشفوي ونجحت فيه، وكان خاصني ضروري ما نمشي نقرا. هزني بالله يخليه ليا ومشينا لتما. كنت قيت في الداخليه قاديه الامور ديالي كامله وكنرجع. المهم انا بديت القرايه، وحتى لهنا كان كلشي مزيان. نهار اللي مامتي وبا كانوا كيجيو يطلعوا عليا، كانت مامتي كدوز عند واحد اختها اللي كانت في نفس المدينه. المهم دائما هكا، وانا النهار اللي كنخرج من الداخليه ضروري ما كنمشي عند ديك خالتي، كنجلس عندها وكانت كتهلا فيا. خالتي واحد الانسانه اللي الله يعمرها دار، ما عمرني ما شفت فيها الا الخير والاحسان. فهاد الوقيته واحد بنتها اللي كان سميتها منال كانت مزوجه بواحد السيد خدام ما ناقصو حتى شي حاجه، وحتى بنت خالتي كانت خدامه. المهم بجوج بهم كانوا عايشين مزيان، ولكن كانوا بيناتهم مشاكل كثيره، وكانت دائما فيما كنمشي كنلقى خالتي مضاربه معاها، وديما خالتي معصبه لدرجه ان السكر شاها بسببها، لان السيده عندها جوج الوليدات، والسيده كتقول لما انا ما بقيتش باغا هذاك الراجل، صافي طلع ليا في الراس. المهم خالتي راكم عارفين الامهات كاملين ما كيبغيوش الضر لبنياتهم، كتقولها بني والله يهديك ما الله يهديك الحصول وما فيه. هذا الموضوع فيما كنمشي عند خالتي كنسمعو، وفيما خالتي تهضر معاك في التليفون دعيو ليا مع بنتي فلانه الله يدير ليها العقل، الله يدير ليها تاويل مع راجلها، كانت ديما منوضها معاه، وراجلها كان صراحه كيبان عادي، ما هو قبيح ما هو ظريف. انا اصلا ما كنتش كنعرفو مزيان، بينو وبينو السلام، حيت هما بعض المرات كيتصالحوا وكي زعما الا شتي تقولي هادو هما الناس، وبعض المرات كينوضوها صباط. المهم غادي يدوز هذاك السنه الاولى، في النص ديال السنه الثانيه بنت خالتي ما بقاتش قادة تصبر، وصافي كانت قالت لك باغا تطلق، عيا وما يطلبوا حتى من داك الراجل. قال لها فلانه على الشيطان على وجه وليداتنا، قالت لي لا انا ما يمكنليش نبقى بحال هكا، وقالت لامها انا مقيد انني نهز وليداتي، بغيتيني وقبلتي عليا مرحبا، ما بغيتينيش غادي نمشي نكري. خالتي مسكيناش عندها ما دير، كيف ما كنقولوش عند الميت ما يدير قدام غسالو، شافت حتى عيات وقالت لها بنيتي دبري راسك واللي بغيتيها ديريها. فعلا بنت خالتي كانت مشات ورفعت الدعوه ديال الطلاق، خوتها وقفوا معاها، وكانت فعلا تفارقات مع هذاك السيد. وكيف سالت العده ديالها سخنا الخبر ان واحد السيد هي عندها علاقه معاه، تما العائله كاملين قالوا ان هي اصلا كانت كتعرفو قبل من الطلاق، وداكشي علاش اصلا طلقات، لان فاش كتجي تعاود المشاكل اللي ما بينها وما بين راجلها كتلقاي داكشي تافه ما غيوصلش لدرجه عند الطلاق، وهي كان راسها قاصح بزاف. المهم صافي الامور بقات غاديه هكاك، زعما السيده فعلا في دارهم في الاول عكسوا ليها، ماماها قالت ليها والولاد فين غتخليهم، قالت لهم غنديهم معايا. صافي شافت حتى عيات خالتي وقالت اللهم تزوج ولا تبقى تدور ليا مع هذا، والناس يبداو ياكلوا ليا في وجهي، خاصه ان خالتي راجلها مات وخلى ليها هاد الوليدات كاملين اللي كنعاود لكم دابا عليهم، كلهم خلاهم صغار، وخالتي هي اللي كبراتهم وتقاتلت معاهم وضربت عليهم الكرفي حتى كبروا خدموا. تبارك الله واحد ولدها راه مهندس هو اللي هازها، عندها هاد بنتها حتى هي خدامه، واحد بنتها اخرى مزوجه وحتى هي خدامه، وعاد عندها واحد بنتها حتى هي ما شاء الله خدامه كاينه في برا، يعني بناتها كاملين خدامين، وداك الولد تبارك الله هو اللي هاز خالتي ما منقص عليها حتى شي حاجه. المهم انايا في دوزت العام الثاني، في العام الثالث وليت كنمشي عند خالتي بزاف، وخاصه في الوقت اللي كيكون عندي شي ستاج ولا شي حاجه كنجلس عند خالتي، وخالتي كانت كتحماق عليا بحكم ان هي كانت بوحديتها، وبنت خالتي هذوك الوليدات اللي قالت لها انا غنتزوج وندي معايا الوليدات، كيف البنات زوجه دوزت واحد المده ولات كتجيب الوليدات عند خالتي 5 ايام 4 ايام، ديهم نهار يومين وتردهم. المهم ديما جايبه الدراري عند خالتي ديما ديما ديما، وكتقول لك احقا والواد هي باغا تعيش الحياه مع راجلها الثاني وعايشه معاه بخير وعلى خير، الله اعلم واش هذه هي الحقيقه ولا هادشي اللي كتبغي
بغيت تبين للناس بحكم ان راجلها كانت واحد ما باغيه وكانت واحد ما باغي ديك العلاقه. وكيف ما قلت لكم خرجت عليه هضره كثيره واحقه الواد وهذا باش بدلتي راجلك بحكم ان راجلها الاولاني كانت تبارك الله بخيره ما ناقصو حتى شي حاجه. عكس هذا نهار اللي تزوجت به غير كراو، ما عند السيد ما عنده لا دار لا دوار حتى من الطوموبيل. بنت خالتي اللي عنده هو ما عندوش طوموبيل، ولكن هي بغاته السيد صغر منها بعامين، خدام زوين شكلا. المهم هي احنا مع مرة ما عرفنا عليهم شي حاجة. السيدة كسبان ان عايشة مع السيد مزيان، كتجي تبقى تبوزة قدام العائلة. المهم انا هاد الشي كامل ما كنتش نهائيا مسوقة ليه. المهم بقيت انا غادية في قرايتي، كنا ديك الساعة كندوزو اكثر يا لستاج وكنقراو في نفس الوقت، ولكن كانوا عندنا لستاج بزاف وبحكم هادشي كنت اكثريا كنمشي عند خالتي. المهم خالتي كنت حاطه عليها الراس، عزيزه عليا وانا عزيزه عليها، وليدات هذيك بنت خالتي كانوا مع خالتي يعني في الاخر ما بقاوش كاع كيمشيو عند امهم. هم النهار اللي كتبغي تشوفهم هي اللي كتجي عند خالتي، وحتى راجلها كان كيجي يدي الدراري، وفاش كان كيجي كنت كنتلاقى معاه السلام السلام كيدير اخويا. مهم بينو بينو كل احترام. فهاد الوقت انا تعلقت بالدراري والدراري تعلقوا معاه بيا، كنت انا اللي كنقرا معاهم بحكم ان خالتي انا ما كانتش قاريه، يعني كنت انا اللي كنحفظ الدراري، انا اللي مقابلاهم، انا اللي مقابلاهم هذا خاصو هذه نتسخر نجيب مقابله خالتي. المهم حطيت على خالتي الراس، صافي خالتي عزات عليا وعزيت عليها ولات كتحماق عليا، وكانت قالت لي جلسي معايا غير انا ما كنتش باقا. كنت كنقول ليها لا ما نقدرش هادي ما هادي. المهم بقينا جارين هكاك حتى النهار اللي خديت الدبلوم ديالي. المهم فاش خديت الدبلوم ديالي كنت قلت لخالتي غادي نرجع في حالاتي، قالت لي شوفي راه المدينه اللي فيها انت ما تلقايش الخدمه، جلسي هنا قلبي على خدمه. وهانتي جالسه معايا منسى وطلبت ماما، وماما قالت لي صافي جلسي مع خالتك واش انت مرتاحه؟ قلت لها الحمد لله انا فاش كنت عند خالتي يعني ما كان ناقصني حتى شي خير. كنت النهار اللي كنبغي نخرج ولا شي حاجه خالتي تدور معايا، كنت واكله شاربه حتى حاجه ما ناقصاني، يعني كنت عايشه بخير صراحه تقال. صافي هذيك بقيت جالسه مع خالتي، بديت كنقلب على الخدمه حتى النهار اللي غادي نلقى خديمه في واحد البلاصه. مشيت بديت معاهم وليت كنمشي لخدمتي وكنرجع عند خالتي كنبات، وانا اللي مقابله دوك الوليدات، والوليدات غاديين وكيكبروا. فهاد الوقيته وليت كنهضر مع راجل بنت خالتي هذاك اللي مطلق اللي قلت لكم وليداتو عندنا في الدار، كنهضر معاه على ود وليداتو. النهار اللي كيجي يديهم انا اللي كنعطيهم ليه، انا كناخذهم من عنده لان خالتي صحتها قلات. هذوك الوليدات انا اللي مراقباهم، والوليدات كانوا كيقولوها ليه، كيقولوا لي طاطا دارت لينا طاطا فعلات، يعني ماماهم فحال انسحبات، ماماهم اصلا ولدت وليد انسحبات من ديك العلاقه. يعني انا اللي مقابله الوليدات، انا اللي رد ليهم البال، انا اللي كنشوف شنو خاصهم، انا الكل في الكل في هذيك العلاقه. والوليدات كانوا كيحماقوا عليا وحتى انا ربي شاهد كنت كنحماق عليهم. المهم بقينا جارين هكاك اليوم وغدا حتى النهار اللي هاد السيد ولا كيتقرب مني. وليت مثلا كنكون خارجه انا والوليدات حتى كيعيط كيقول لي احقا فينكم انا بغيت نشوف وليداتي. انا كنحشم كنقول ما كنقدرش نقول له لا. كيجي السيد ما كيقابلش وليداتو كيقابلني انا، ولا كيعيط ليا كيدير سبب لوليداتو كيبغي يجمع معايا. حتى النهار اللي غادي يعيط ليا ويقول لي فلانه راه كاينه واحد الخديمه، ما كاينه واحد الخديمه، راه تفكرتك ما تفكرتك. قلت له انا خدامه مزيان. قال لي شوفي هادي وفعلا كانت الخدمه مزيانه. قلت له اوكي انا غنشوف. فعلا تواصلت مع دوك الناس صيفط لهم السي في ديالي، حيطوا ليا هو هذاك السيد اللي كان متكلف بانه يدخل الناس كان صاحبه. فعلا كنت دخلت الصالير مزيان كلشي بخير. صافي بقيت انا وياه هكا مره كنهضروا، كيسولني على ولادو كيدير السبه على البنات كيدير السبه. وفي هاد الوقيته انا بديت كنرتاح ليه، بدا كيعجبني. السيد كان خلوق الله يعمرها سلعه، كيعرف كيفاش يهضر، كان حنين بزاف بزاف. عشي كتحسي بهذاك الاهتمام من جهته. هو كان كبر مني ولكن ما شفتش منه شي حاجه ديال العيب. شكلا كان مقبول ما كان ناقصو حتى شي حاجه، ومضمونا يعني ماديا كان زعما ما ناقصو. المهم سيد ما ناقصو والو، ما ناقصو والو، كبير مني كبر مني المهم هي هذيك. بقينا جارين هكا كيف ما قلت لكم حتى ولا السيد نخرج انا والدراري يعيط ليا يدير السبه ويبدا يخرج انا والدراري يجي عندنا يدير السبه بالدراري ويعيط ليا. المهم غادي نبقاو حتى النهار اللي غيجيني فاس وغيقول ليا افلانه انا ما نكذبش عليك كتعجبيني بزاف وما كرهش نتعرف عليك قصد الزواج. انا جيتو نيشان وقلت له شوف غنقول لك جوج كلمات،
ما ديرنيش طريق باش نتاقف من بنت خالتي. بقى كيضحك وقال لي انا كنت بغيت ننتقم كنت ننتقم شحال هادي في الوقت اللي شك اول مره ولا شي حاجه، ماشي غنصبر هاد المده كامله. بنت خالتك تزوجات وولدات وانا داخل سوق راسي، ما زعما قال لي زعما واش انت من نيتك كدوي، انا عجبتيني وداكشي علاش بغيت نتعرف عليك وما نكذبش عليك، عجبتني الطريقه اللي كتعاملي بها مع ولادي، وانا هاد المده كامله خايف نتزوج حيت كنقول الا تزوج شكون هادي اللي غتهرى ليا في ولادي، باش انني نتزوج وندير وليدات اخرين، امهم زوجه ودايره وليدات والوليدات يبقاو هكا كانت جداه ولي ما عارفين شحال باقي ليها في الدنيا، راه انا ما يمكن لياش. يعني داكشي علاش هو زعما قال لك ما باغيش يتزوج. المهم انا ما عجبنيش الحال في الهضره ديالو كامله، جاتني فحال بغاني غير على ود الوليدات وما عرفش كيفاش جاتني، وكنقول انا زعما ما ناقصني حتى شي حاجه، قاريه انا الحمد لله خدامه شاده بوست واعر، زعما عجداني لهاد القرع مشات لي راسو زديت عليه شحال من مره، ولكن السيد قدم ما كنت كنسد عليه قدم ما كان كيجي ويبدا في منظور القى حدايا لدرجه ولا كيجي عندي للخدمه وكيقول لي شوفي بنت الناس انا كنبغيك انا كتعجبيني. النهار اللي جيتو فاس وقلت له شوف الا كنتي غتزوج بيا على ود الوليدات سمح ليا، يعني هذا راه ما هذه سخربيقه. قال لي شوفي بنت الناس انا قسما بالله حتى كنبغيك، ما عرفتش كيفاش ولكن كتجيني مغايره حنينه والله يعمرها دار وقلبك بياض وكيفاش كتعاملي وظريفه وهادي وانا عجبتيني وانا حماقيت عليك وانا وانا وانا. المهم بقى عليا بالحب والغرام والعشق والهيام وداك الكلام المأسول حتى خلاني حتى انا غاديه معاه في الهبال ديالو، وليت كنهضر معاه وليت كنجمع معاه وحتى شي واحد ما صيغ الخبر. خالتي في الدار عارفه كنهضر مع شي واحد وكتقول لي اللهم يسر ليك، ولكن ما عمرها ما عرفات انني كنهضر مع طليق بنتها. المهم بقيت انا وياه، وفي الوقت اللي تعرفت عليه كنت كنقول ما يمكنش كيفاش وحده تفرط في هذا الراجل، ما كنتش عارفه بالضبط زعما شنو المشكل اللي كان طاري بيناتهم، وشحال مره دويت معاه وكيقول لي بنت خالتك هي اللي ما مزياناش وكانت كدير ليا وكانت كتفعل وكانت كترك، وكنقول له زعما هاد الهضره كتقول، كيقول لي شوفي سولي خالتك وهي تقول لك، وشحال من مره كنجلس مع خالتي وكنقول لها فلانه علاش فرقات مع فلان، كتقول لي وهذيك راسها قاصح هذيك ما كتصنطش هذا كان واحد ولد الناس، ما عمرها ما قالت فيه شي كلمه ديال العيب. حتى في الوقت اللي طلق بنت خالتي كان هو كيجي عند خالتي للدار وكيدي وليداته، زعما ماشي داك العلاقه اللي بقات مشنجه ولا مضاربين ولا فهمتي، هو ومرته مضاربين ولكن مع خالتي كانت العلاقه مزيانه. المهم غادي نبقى انا وياه المده ديال عامين في هذيك العلاقه، كان ديما كيقول لي الزواج انا كنت خايفه ما كنتش عارفه، كنت كنقول دائما انا ماني على هاد الصداع، وكنت كنقول على نيشان كنقول زعما انا ما فايته في زواج ماشي وحده زعما اللي غنقول لك عايشه مشاكل، انا دارنا يهزوني في سنانهم فوق من هاد الشيء، قاريه خدامه زينه ما ناقصني حتى شي حاجه، زعما ايش وصلني. ولكن كنرجع وكنلقى قلبي متعلق به بزاف، كنلقى راسي كنبغيه مرتاحه ليه، ما عرفتش مال البنات، مهم كنبغيه ديال بصح، والسيد حتى هو مهلي فيا ما عمرني شفت فيه شي حاجه ديال العيب، الحصول ما فيه غادي نبقى جره انا وياه حتى النهار لي ولد بنت خالتي ولد هذاك السيد غادي يعرف بالعلاقه اللي كتربطني بباباه، وفاش غتجي ماما غادي يقولها ليها. ايوا تما ماما غتنوض لينا السكوندال وغتتهمني في شرفي وغتقول لي انتي خارجه للطريق وبابا لك في الرجال غير طليقي، باغا تشوهينا وباغا تعطي سمعه خايبه علينا. نط انا وقلت لها شوفي فلانه هاد الهضره ما منها حتى شي حاجه، اي حقا انا كنهضر مع فلان ولكن بينو بينو علاقه جديه والسيد باغي يتزوج بيا، غير انا اللي مازال كنفكر. السيده كيف قلتها لها شعلات فيها العافيه، ومن تما غادي نوض صداع كبير وغتقول لي ما بالو لك في الرجال غير هو، واش انتي باغا تفقسيني واش انتي هادي، انا جيت نيشان قلت لها فرتلانه واش انتي هذاك السيد مازال كتربطك به شي علاقه، طلقتي معاه هادي زمان، يعني راه كنقول لكم واحد شي ربع سنين ولا خمس سنين ديال الطلاق ولا اكثر شي ست سنين ديال الطلاق. قلت ليها قلت لها واش انتي مطلقه منه هادي زمان وجايه دابا كتقولي لي حقا، ياك انتي ولدتي الولاد مع الثاني اش بينك وبين الاولاني؟ قالت لي ما سوقكش وما ليكش وما دايراش وما فعلاش ناض الصداع وناض الضربات مع امها وما هضرت فيا وقالت لي علاش خبيتي عليا وما بالك في حتى شي واحد الا هذاك. المهم ناض القيامه وماما صاغت الخبر وماما ما رضاتش، وهذيك الساعه غتقول لي غادي تهزي شطيطك وغادي تجي عندي للدار. المهم مشيت عند مامتي كنبكي من العين جوج دمعات، قلت لها مامتي انا علاش كيديروا لي هكا ماما دارت فيا، وقالت لي عندهم الحق انت اشنو بينك وبين راجل بنت خالتك، قلت لها مي اش من راجل بنت خالتي
طليق بنت خالتي. قالت لي ولو ما تهضري معاه ما تدوي معاه، واش انت في الرجال ما بالك غير هو، واحقى ما حقى عطى الله الرجال، وانت اش بينك وبين راجل مطلق، واصلا واصلا. المهم ما خلاتش ليا من المعيار، وبا حتى هو ما عجبوش الحال، ونطروينا في العائله، وانا ما بقيتش عارفه اشنو غادي ندير. المهم دوزت مع دارنا واحد السيمانه، ومن بعد قلت لهم ضروري ما خصني نرجع للمدينه اللي انا فيها باش نقدر نكمل خدمتي، راه ما يمكنش. فعلا كنت رجعت وكنت كريت، والوقت اللي جيت نكري هو اللي كان وقف معايا. المهم كريت البنات، المهم تبقى تابعاني بالهضره، وفي ديك المده انا وياه في علاقه، ولكن قلت لي خلي الموضوع حتى يبرد ويكون خير. المهم هي هذيك بقيت انا وياه في علاقه، حيت ما نكذبش عليكم في هذا الوقت اللي وقع هذا الصداع وهذه المشاكل، انا كنت كنبغيه ديال بصح، ماشي زعما ديال بالعاني، وهو كان كيتسطع عليا، وهو كان كيقول لي انا مساعد من غدا نمشي عند والديك، غير انا كنت عارفه ان عائلتي خضرين، ويلا مشى عندهم في داك الوقت يقدر يقولوا لي شي هضره اللي ما هياش، ومصدق هذاك الشيء كامل فرتك. وانا كنت كنقول له بلاتي حتى يبرد الموضوع. صافي يا هاديك بقيت كاريه، وامي كل شويه كتجي وتجلس معايا حيت كتخاف انني زعما نهضر معاها، فما كتسولني عليه كنقول لها ما بقات بينو وبينو حتى شي حاجه، كنتسناها تبرد. بالحق مامتي ما بغاتش تبرد، وبنت خالتي ديما كتنوض صداع وكتقول لهم لا حقا، وهادي وهي معاه واجداها ما اجداها، وهاديك يمكن كنت كتعرفو. قلت لها فين كنت كنعرفو؟ انا النهار اللي جيت لقيت كنتي او انتي وياه منوضينها، وانا اصلا ديك الساعه كنت كنجي عندكم مراف شحال، ومراف شحال فين كنت كنتلاقى معاك اصلا؟ فاش كنت كنجي عند خالتي، وما كنلقاكش انتي، كنلقى خالتي، وكتبقى تشكى بنتي دارت، بنتي فعلات، بنتي باغا تطلق، وهي اللي باغا تطلق، يعني ماشي هو اللي طلقها ولا هو اللي ما بغاهاش. المهم هاد بنت خالتي دابا كتقول لك لا، وفحالها كتحسس ان هي ما عايشاش مزيان، وان هذاك راجلها الاول هو اللي طلقها ماشي هي اللي طلقاته. مهم دايره افلام في العائله. انا اليوم تالفه ما عرفاش اشنو غادي ندير، ما عرفاش اشنو نسبق واشنو نوخر. هاد السيد باغاه وباغاني وباغيني، كيقول لي جيل دارنا رافضين 100%. فاش كنجي نهضر معاه كنقولوا الرفض ديال عائلتي، كيقول لي انت كبيره وبعقلك، علاش لالا غنتسناو عائلتك يقبلوا؟ اجي يا فلانه نمشيو نتزوجوا. كنقولوا انا هاد الزويجه هي اللي ما عمرها تكون، انا خاصني نتزوج بالرضا ديال عائلتي. عائلتي وخاصة امي كتقول لي انا ما خاصنيش المشاكل وما خاصنيش الصداع، وفي جميع الحالات يكون راجل بنت خالتك وراجل ولا راجل ولد خالتك، في جميع الحالات بنيتي اوهوي الراجل مطلق ما عندك ما ديري فيه، انتيا خدامه مزيان ما ناقصك حتى شي حاجه، قاريه زوينه، اجداك راجل مزوج بولادو، وخاصه ان السيد غادي يدي معاه ولادو. كنقول لها انا ولادو راه معايا، كتقول لي فين معاك؟ النهار اللي ولدو سمعك كتهضري مع باه راه مشى فرشك ونوض صداع. قالت لي واش شي واحد فيهم كيعيط ليك ولا شي واحد فيهم كيسول فيك؟ قالت لي زعما الا جاوا سكنوا معاك راه غينوض صداع، راه ماشي دوك الوليدات، امهم غتحرشهم، ما عمرك غتعيشي النهار مزيان، وخاصه ان امهم منوضه عليا الحرب والقتال دابا، راه ما نقولش لكم داكشي اللي دايره ليا. انا البنات تالفه ما عارفاش اشنو نسبق واشنو نوخر. السيد كنبغيه كنبغيه، فيما كيجي دابا شي واحد باش يخطبني كنقول لهم لا، كينوض ليا صداع مع امي ومع با. با كيقول لي بنيتي صافي حيدي عليك من ديك الخدمه واجي قلبي على شي خدمه هنا. انا دايره ليهم السبه وكنقول لهم احقا ما حقا راني كندفع السيفيات ومازال ما لقيت حتى شي حاجه، ولكن في الحقيقه انا اصلا ما كندفعش السيفيات، انا باغا نبقى هنا، انا هذا الراجل كنبغيه. هو كيقول لي لا تفارقتي معايا نحماق عليك، انا ندير ليك ونفعل ليك ونتهلا فيك وما نعرف. والسيد حنين معايا وكيقول لي شوفي انا نتي ارتحيت معاك والحب اللي بغيتك ما عمرني بغيت شي وحده من قبل، وانا البنات ما عارفاش كيفاش نتصرف، خايفه ندير شي غلط لي ندم عليه، خفت لنمشي نتزوج بهاد السيد طبعا برضات الوالدين، لانني انا الفكره ديال انني نتزوج به بلا رضات والديا ما عرفتش انا والديا كيفاش نقنعهم، هادي ما عرفتش كيفاش ندير ليها، ويلا تقنعوا وتزوجش به خفت ليكون ما عرفتش البنات، خفت من المشاكل، خفت يوقع شي بيني وبينو شي نهار ونطلق ويضحكوا عليا ويقولوا لي ها هي انا دابا، وكيقول لك احقا طيرات وليها على اساس انني طيره ليها وهي مزوجه به. واش انا البنات غالطه؟ واش ما من حقيش نهضر مع واحد مطلق واخا يكون مطلق بنت خالتي ولا مطلق اختي، يعني مده ماشي نهار ولا يومين ولا يعني مده هادي باش طلق. ما بقيتش عارفه اشنو غادي ندير، داكشي علاش جيت عاودت لكم قصي، وكنتمنى انكم تنصحوني وتقولوا لي كيفاش نتصرف وكيفاش ندير في هاد الوحله اللي وحلت فيها راسي.
الغزالات ديالي هنا سالت القصه ديالنا. ما تنساوش طبعا تخليو الاراء والتعليق ديالكم لصاحبه القصه، وما تنساونيش من تعليق زوينه ديالكم. هنا ما بقى لي الا نقول لكم حبيباتي ما سخيتش بكم، كانت معكم شهرزاد اللي كتحماق وكتموت عليكم.